لو احنا اتكلمنا عن بطولات برضو ايضا اهلاويه, خلينا نروح لعمر عصر اللي لاعب النادي الاهلي بذهبيه برضو فردي الرجال اللي فاز بيها ببطوله افريقيا لتنس الطاوله, تغلب فيها على نيجيري ارونا بنتيجه هنا 4-1. تتويج خليني اقول لحضراتكم بيضمن مشاركه عمر في كاس العالم اللي هيقام مفروض الشهر اللي جاي. وبرضو لو هنرجع لتاريخ عمر شويه, هو بدا مشواره في منافسات الفردي ببطوله افريقيا بالفوز كان على بطل كينيا بنتيجه 4-0, ده كان في دور ال 64. بعد كده الفوز على بطل الكاميرون كانت بنتيجه 4-0. بص برضو ايه الارقام والفرق يا كريم, في دور هنا كان ال 32, ده قبل ما ينتصر على بطل كوديفوار بنتيجه 4-1, ده كان في ثمن النهائي. في الدور بقى ربع النهائي التقى ببطل نيجيريا وفاز عليه بنتيجه 4-3, ده برضو قبل ما يفوز على بطل السنغال بنتيجه 4 أشواط نظيفه في الدور نصف النهائي, عشان بعد كده يتاهل للمباراه النهائيه واللي فاز من خلالها على النيجيري بنتيجه 4 أشواط مقابل شوط واحد. فبرضو تاريخ او يعني زي ما بنقول كده تاريخ حافل بالبطولات. عمر بطل اهلاوي متالق حقيقي, كل التوفيق دايما يا رب.